بلشت أتمرن تقريبا كان عمري شي 20 سنة. أنا جوزيف مرعب، علمت العالم قوة التركيز وعلمتهم حب الوطن والرب يبارك الجميع. قوة التركيز بدك تقولي كان عمري شي 55 سنة أو 53 سنة وبلشت فيه. بفترات كتير قصيرة اكتشفت إشياء كتير كبيرة ربنا عطيني إياها مواهب بالفعل مش موجودة عند حدا، لأن الإشياء اللي عملتها في مطارح الصينية بيقعوا عنا. بكون عند صاحبي قال لي نزل على اليوتيوب أنا بنزل لك يون، قلت له إيه. من وقتها بلشت نزل على اليوتيوب، وبهاي الفترة بلشت تركز أكتر على قوة التركيز. ولقدام شوي هونيك 20 متر بلشت معي القصة، وقتها بكون حاطط جالونين وعم بلعب كونغ فو بالبطن وبشيل الكاميرا بسرعة بحركة وبقول لهم اليوم فرجيتكم قوة الكونغ فو والرب يبارك الجميع. وقفت الهور ستانس، كات ستانس، تايجر ستانس، ايجل ستانس، هاو الكونغ فو وهي دراجون. يعني شو بدك قديش في عالم تمسخرت قد ما بدك. كل فيلم اعملوا يتمسخروا، فرجيهم اشياء ويتمسخروا اكثر، فرجيهم اشياء ما حدا بيقدر يعملها كمان يتهجموا علي. اول شيء كان في جاك شان عرفته، بعدين عرفت انه كان في بروس لي قبله، لقيتهم ناس كثير مميزين وعرفت جات لي بعدين. حبيت صير اتمرن ونمي قدراتي مثل ما هن كانوا مميزين. بس اتمرن ارتاح، الرياضة بتشيل كل شيء سلبي. يعني مثل واحد اشتغل بالحقلة صار في عليه غبرة ووحل وهيك، راح غسل ايدي وتحمم. الرياضة بتنظف الاشياء النفسية اللي هي بالجسم بس يتمرن الانسان وبس يعرف. الناس يلي بينتقدوني وبيتهجموا علي وهيك، يعني انا بنصحهم يتطلعوا على نفسهم ويشوفوا نقصهم ويكملوه، لان انا انجأ الوقت العطاني اياه بكمل فيه نفسي وما بتطلع بغيري. هن يكملوا نفسهم ويصيروا كاملين وناجحين بالحياه، ومبروك عليهم الله يوفقهم. عندي اسلوب معين بتمرن عليه كل يوم لحتى ضلني محافظ على لياقتي، حتى لو بدي اكون تعبان وما لي جلادي اتحرك وشو ما كانت الظروف، بكون حزين فرحان ما عندي وقت، بدي اخلق وقت لحتى اتمرن لحتى ضلني بنفس النشاط. هو كتير وقفات صعبة، وإذا واحد بده يتمرن كونغ فو لازم يوقفهم لأن عم بيقوي أعصاب إجريه. يعني بالصين بيوقفوا هاي الوقفة الهور ستانس حاطين إيديهم هيك، أوقات حملين إشياء تقيلة بإيديهم لمدة ساعات، أو واقفين هاي الطريقة الكات ستانس أو تايجر ستانس لحتى يقووا دايما عضلاتهم. هيدا الكتاب لفته لحتى الشباب يعرفوا إنه عندهم قدرات، لأن الإنسان بيكون عنده قدرات أوقات وما بيكون عارف، ما بيختبرها. مثلاً أنا إذا بتعطيني تليفون بتطلع أنه يمكن بعرف تلفين أو صور شو صورة وبس، بس في إشياء كتير بالتليفون ما بعرف شو هي، بدي أشوف الكتالوج لا أقدر أعرفها. وهيدا الكتالوج للشباب ليعرفوا حالهم أنه عندهم قدرات خارقة، بس لازم يركزوا عليها وينموها بالتمرين كرمال هيك بيوصلوا لأقصى درجات النجاح. وهي قوة التركيز والرب يبارك الجميع. بس كون هوني ولا يمكن، بس اطلع بالشجر هيك كيف الهواء بيلوح الأغصان، كيف ربنا خالق كل شيء حلو، كيف الطبيعة بتجي عليها الخريف بتموت شوي، بيجي الشتاء شوي بيجي الحزن، شوي بيجي الربيع بتبلش كل شيء ينبت ويعطي حياة. هي علامة يا هالإنسان، حتى لو مرقت بحزن بحياتك إن كان شاب أو بنت رح ترجع تتجدد مثل الطبيعة، ويرجع يصير فيه فرح بحياتك، ترجع تكمل وترجع توصل للفرح السماوي يلي ربنا عطاك إياه.